من استقاموا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوا إليها وعظموها واستقاموا عليها قولا وعملا وعقيدة هم أهل السنة وجماعة. لنولي هذا الأمر أحدا طلبة، لأن الذي يرفع ويخفض هو الله، الذي يقدم ويؤخر هو الله، الذي يعطي ويمنع هو الله، الذي يحبو ويمنح هو الله. الله رب العالمين هو الذي يقدم ولا مؤخر لمن قدمه الله، والله رب العالمين هو المؤخر فلا مقدم لمن أخره الله، والله رب العالمين هو الذي يرفع فلا خافض لمن رفعه الله، والله رب العالمين هو الذي يخفض فلا رافع لمن خفضه الله، والله رب العالمين هو الذي يعز فلا مذل لمن أعزه الله، والله رب العالمين هو الذي يذل فلا معز لمن أذله الله. وإذا فالأمر كله لله رب العالمين، الأمر كله بيد الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال في غزوة تبوك لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، بات الناس يدوكون، يعني اختلطت أمورهم وانتشرت مقالاتهم فيما بينهم أيهم يعطاها. يقول قائلهم في مجالسهم ترى من يعطي الراية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غدا، ترى من الذي يصدق فيه هذا الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الراية؟ رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. بعدما طال الحصار باتوا يدوكون أيهم يعطاها، حتى قال عمر رضوان الله عليه ما استشرفت نفسي إلى الإمارة إلا ليلة إذ لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الأمر بيد الله، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء وهو على كل شيء قدير. الرجل الوحيد الذي كان بائتا في المعسكر ليلة إذ يظن أن إعطاءه الراية يعني أن يعطى الراية هو أمر أبعد عنه كبعد ما بين السماء والأرض، الرجل الوحيد الذي بات في تلك الليلة يظن أنه أن بينه وبين الراية كما بين المشرق والمغرب هو علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، لأنه كان قد أصيب بالرمد فهو لا يبصر أصابعه وقد قربها من عينيه، وإن عينيه ليأخذهما كل ألم من جميع أقطارهما لا يكاد يبصر شيئا، فكيف يكون جنديا فضلا عن أن يكون أميرا مؤمرا، فضلا عن أن يكون فاتحا، فضلا عن أن يكون صاحب الراية راية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بات ونفسه لا تحدثه بشيء، وقد أيأس النفس من ذلك تماما. فلما أصبحوا انظر كيف يقدم ويؤخر سبحانه، انظر كيف يعطي ويمنع سبحانه، انظر كيف يحرم ويمنح سبحانه، انظر كيف يرفع ويخفض سبحانه. فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين علي؟ فقالوا مبتدرين من الجنبات يا رسول الله يشكو عيني، أرمل فيه من الرمد ما يمنعه عن أن يعطى الراية رسول الله، يا رسول الله إنه غير شاه، هو غائب غير حاضر، هو ليس معنا، حتى هذا المحضر قد تخلف عنه، لا يستطيع أن يفارق خيمته ولا أن يبرح فراشه، هو رضوان الله عليه قد أقعد لا يبصر أمامه، أين علي؟ قالوا يا رسول الله يشكو الرمد، يشكو عينيه. قال ائتوني به. فلما جاء علي رضوان الله عليه بصق النبي في عينيه فبرأتا صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الراية وقال امض على رسلك، امض الهينة وامشي الهوينة ولا تلتفت خلفك وقاتل، فذهب فقاتل ففتح الله عليه،
وصدق فيه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وفتح الله على يديه. فهون علي، اعمل الخير وأخلص النية وأصلح العمل وأقبل على الله واجتهد في الطلب ولا تلتفت إلى شيء. إن كنت من أهل التقدم قدمك، وإن كنت من أهل التأخر لن يقدمك أحد. إن كنت من أهل العلو علاك، وإن كنت من أهل التسفل فلن يعليك أحد. إن كنت من أهل العطاء أعطاك، وإن كنت من أهل الحرمان فلن يجدي فيك نفاق ولا رياء ولا حب جاه ولا حب سمعة من أجل أن يقدم. هون علي، أنت تحاول في أمر قد فرغ منه. والله جل وعلا لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير الاشياء. فكتب القلم مقادير الاشياء قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، فهو امر قد فرغ منه. فهون عليك، اخلص. فالخلاص في الاخلاص، الخلاص في الاخلاص، وانما يتعثر من لم يخلص. اللهم ارزقنا الاخلاص، واجرنا من الرياء والنفاق وحب الجاه وحب السمعة،